السلام عليكم اميراتي الغاليات، جيسبر كو فوزالي بيان. بون، انا حبيت جوست نوجه واحد الميساج لدليلة بنت شابة خيرة. ربي يهديك بنتي، كيفاه تخرجي تحلفي فوق المصحف باش تشهدي كونتر تا ميغ؟ سيغاس تا ميغ، الجنة تجري من تحت اقدام الامهات، سيغتو الام. ربي الله عز وجل قال لك امك ثم امك ثم امك ثلاثه مرات، يعني قبل من باباك. نورمالمون امك حتى لكن تغلط ما تروحيش انتيا يعني تشهدي في امك. بوركوا بنتي؟ والله سي با بيان، اقسم بالله كي سي با بيان. بوركوا فير؟ انا حبيت جست نفهم الناس قاعدين غير يمونطيو لك لا تيت تاعك، لا تشهدي في امك. امك وليه في الغربة مسكينة، وثلاث أولاد ومحروقة ومشوية وما عندهاش الكواغط، على بزوان دارجون، وتهضر قاعدة خرجت غير تهضر على الحق تاعها. المهم أنا مش حابة نتلح في لي زافير هذوك كل خاطيني، أنا جست نقول لك يا بنتي خدمي الدماغ تاعك شوية، مهما كان راهي أمك. شوفي ونزيد نقول لك واحد حاجة، أنا جامي قلتها للبيبليك اللي يتفرجني كلش، واش هو فريمون المشكل تاعي انا وبنتي. شوف انا صرات لي واحد المشكل انا وبنتي، كاع بالكم انا مانيش حابه ندخل في الديتاي، مش نحكي وانا كون ما جاوش يعني ناس كلاشوني بارابور بنتي. جامي جبت لكم قلت لكم بنتي باش نهربها من مواقع التواصل هادية، باسكو جي سي فيها كو دي بروبليم. نهار صرا المشكل انا وبنتي، دعيت عليها دعوه، قلت لها ان شاء الله جامي تولدي في حياتك وجامي يكون عندك ولد. جيتي بات، ما كنتش ميغ في الراس تاعي، وكنت جيتي ترو انيرفي ودعيت عليها الدعوه هذيك. والدعوه هذيك الله سبحان الله العلي العظيم خرجت الدعوه هذيك. بنتي درك هي مزوزه في 10 سنين ما عندهاش ولاد، تروح للطبيب يقول لها ما عندك والو، يروح اجلها للطبيب ما عندهم والو. مي ربي ما حبش يعطيهم الدريه، با دي حكمه ربي. مي بنتي انا مون فيو بارابور ا سا، يفو با تدعيو على ولاد تاعكم، فهمتي؟ غدوه دوك كنت تدعي عليك دعوه وربي يتقبل منها وربي يسترك بنتي وربي هذيك. هذا انا حبيت جست ندخل بخيط ابيض بينك بين امك، وما تسمع حتى واحد، وحتى واحد ما يحرشك على امك ولا مثلي غير امك. لكانت ما بليش انا تهضر في واحد الهضره ما تدخليش حتى العقل تاعي. ربي هذيك بنتي والله.